هي فكرة لشباب من مدينة الروينة، عربة تحمل ألعاب أطفال يدفعها المهرجون ويرافقها أشخاص بأزياء تنكرية مع أغاني وطنية ودينية دوت الشوارع، وتبعتهم ملائكة تمشي على قدمين في صورة رسمت المعنى الحقيقي لفرحة العيد. نعرف أن أجواء العيد الأطفال يفرحوا ويلبسوا الجديد، ولكن بغينا نزيدوا يعني إضافة أنه نديروا هذه العربة، عربة متنقلة بالهدايا تجوب كل أحياء بلدية روينة. نقول ونعيد أن الشعب الفلسطيني معه ظالم أو مظلوم. خلينا والدينا، خلينا العائلة توعنا، خلينا أصدقائنا، وجينا شاركنا في فرحة الأطفال هذو. ونحن كما قلنا لكم رانا في خدمة الطفولة، الشرف تاعنا أننا كي تزرع الابتسامة في قلب الطفل. شاركنا بالمهرجين بلي ماسكوت كاع كيما رانا. المبادرة تمكنت من استقطاب حتى الكبار بعدما جذبهم علم فلسطين الذي زين المسيرة وسحرتهم ابتسامات البراءة، فوجدوا أنفسهم يسيرون رفقة أطفالهم الذين لم يترددوا في إظهار فرحتهم رقصا وغناء. مبادرة شابة بارك الله فيهم، فرحوا لنا الدراري صغار بهذه المناسبة، ونخص ذكر القضية الفلسطينية إن شاء الله ربي يكون معهم. فرحة خاصة، تلاحم بين العائلات بين الجيران، شي يفرح بزاف وربي يدوم إن شاء الله الأفراح. شعور تاعي أفضل حاجة، وأنا أني نتكلم نشرح في قلبي، أني نفرح في قلبي كيف داير. كنا مشتاقين هذه الفرحة في روينة. فرحتونا هذا العام، الله يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا. إمكانيات بسيطة اشترك في توفيرها فاعل خير، واستغلتها أيدي شباب مبدعين، فاستطاعت أفكارهم أن تصنع أجواء رائعة لتخلق في الأخير قناطير فرحة حملتها تعابير وجوه الأطفال.